اهلا ومرحبا بالجميع على قناتكم قناة احدث صيحات الموضة العالمية والافكار والنصائح الجيدة في الموضة اربي فاشن موديل. مع تقديم فساتين للمقاسات الكبيرة وايضا افكار ونصائح جيدة في الموضة للمساعدة للحصول على اطلالة مناسبة وانيقة. أفكار كيف ترتدين الكعب العالي دون الشعور بالألم. الفوط الصحية بدلا من وسائد القدم أو حشوات الجل. إذا لم تتمكني من العثور على هذا النوع من أعالي القدم، يمكنك تجربة استخدام الفوط الصحية بدلا منها. قصيها في الحجم والشكل المناسب للحذاء وثبتيها لمنحك هذا السطح المنبطح، أو ألصقي أصابع قدميك بشريط لاصق. هذه خدعة رائعة أخرى قرأنا عنها بواسطة كيري دوجير، حيث يبدو أن ربط إصبعك الثالث والرابع معا يمكن أن يساعد في الواقع لتخفيف الألم، ولكن أنصحك أن تجربي هذا بشريط طبي مريح.